السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل فخفخينة قمر الدين. هي نوع من أنواع حلويات المولد. كل سنة وانتو طيبين. عبارة عن قمر الدين محشي بالجوزية. بس طعمه بيبقى جميل جدا، وغير ان هو معمول في البيت وحاجة جميلة جدا وموفرة، بيكلفنا غير 40 جنيه. بجد موفر جدا وجميل، وغير اللي انت تبهري بيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ اسمه رول قمر الدين، جميل جدا، معروف جدا في حلويات المولد، سهل جدا، مش هنعمله في اقل من 5 دقايق. بس لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هعمل سيرب خفيف لجوز الهند اللي انا احشي بيه قمر الدين. اول حاجه هنزل بكوبايه كبيره من السكر وربع كوبايه من الميه، وبعد كده هدمجهم كويس على النار، على النار تكون متوسطه او هاديه. هقلبهم كويس كده تقليب خفيف، وبعد ما يغلوا بالشكل ده هنزل بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. هنزل بمعلقتين كبار، انا جايبه النوع ده، اي نوع ممكن تستخدموه. وبعد كده هقلبهم كويس على النار. الحاله دي بتكون على نار هاديه علشان ما يتحرقش معانا ويستوي براحته. وبعد كده هنزل بذره من ملح الليمون، او لو اقطر في المعلقه كده، اقل من ربع المعلقه، اقل بكتير. وبعد كده اغلي معايا، هفضل اقلب فيه لحد ما يستوي معايا بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ بيتقل القوام بقى، يتقل معايا. هنعمل سيرب خفيف، يعني اول ما اتاكد ان هو استوى هطفى عليه. هو ده القوام بتاعه، هو ده القوام المناسب. شايفين القوام بتاعه خفيف، هو مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، القوام مظبوط كده. هنزل بربع كيلو من جوز الهند، ربع كيلو بالظبط، ربع كيلو من جوز الهند المبشور الناعم او الخشن المتوفر عندكم. وبعد كده هنزل بالسيرب او العسل ده تدريجيا، هنزل بيه تدريجيا وادمجه كويس. في الحالة دي مش بندمجه بإيدنا خالص، لان هو بيبقى سخن قوي ممكن تتلسعه. هنزل بيه تدريجيا السيرب او العسل ده. هو عمل معايا كمية كبيرة، وشايفين ان هو يعني ايه سايل شوية. اقلبه كويس لحد ما يتماسك واعرف يعني ايه اشكله، لان احنا هنحشي بيه قمر الدين، لازم يكون متماسك عشان نعرف نفرده كويس. بعد كده هجيب لفة من قمر الدين. احنا هنحتاج لفة بس، الكمية دي تحتاج لفة. وعلى حسب بقى الكمية اللي انتوا هتعملوها، ممكن نقلل في الكمية شوية، نقلل في كمية الجوز الهند. هي هتعمل معانا كمية كبيرة، هتبقى الطبقة بتاعتها تكون سميكة شوية. ممكن نفردها بمعلقة سيليكون ولا حاجة علشان ما تلزقش، وممكن نفردها بإيدنا بس بالإيد هتبقى سخنة شوية فمش هتعرفوا تستحملوها. انا هفردها بالمعلقة السيليكون، شايفين بتتفرد معايا بسهولة، بسبب ان احنا فضلنا نقلب فيه هو والسيرب العسل، فضلنا اقلب فيه لحد ما تماسك معايا وبقى بالقوام ده اللي هو اعرف افرده واعرف اشكله. بعد كده فردتها بالفرادة، مفروض اكبس عليها كويس لحد ما تبقى بالقوام ده، لازم نكبس كويس عليها علشان تكون متماسكة. نفردها كويس بالفرادة او النشابة، نفردها كويس وندوس بالجامد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والطبقة سميكة معانا شوية، جميلة جدا. وبعد كده هنلفها على كده، هي دي المكونات، سهلة جدا. بعد كده هنلفها نعملها رول، سهلة جدا. هي بس قمر الدين بيبقى ناشف شوية، هلفها كويس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بعد ما لفها كده اتكها بالجامد علشان تبقى متماسكة، جوز الهند ما يفكش معايا ولا القمر الدين عشان ما يفكش تاني. ولما اقطعه يكون الشكل دائري كده وما يفكش معايا خالص عشان اعرف اقطعه كويس. سهله جدا ومن اسهل حلويات المولد. هي عامه حلويات المولد بتبقى سهله جدا كده. هنزل لكم باقي فيديوهات عن حلويات المولد، هنزل لكم كل الفيديوهات. البلاستيك اللي هو بتاع قمر الدين هلفه بيه كويس، وبعد كده هسيبه في التلاجة لما يمسك نفسه كويس بالشكل ده. سيبته يعني لمده نص ساعه، ممكن تسيبوا لي ليله كامله، ليلة كاملة برا التلاجة، وفي التلاجة ممكن لمدة نص ساعة. وبعد كده هقطعه بالسكينة. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد روعة، سهلة، هتنبهروا بيه. شايفين الرول شكله عامل ازاي من جوة ومتماسك، علشان احنا كبسناه كويس. اهم حاجة وانتوا بتلفوه تلفوه كويس. شايفين شكله عامل ازاي؟ ومتماسك وجميل. بس هو يبقى ناشف حبتين، بس طعمه بجد زي بتاع برا بالظبط واجمل بكتير. دي مش مكلفة خالص، موفرة جدا بجد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الكمية دي كلها ما عملتش معايا غير 40 جنيه او اقل من كده بكتير. جميلة جدا. لو هتشتري من برا طبعا هتبقى اغلى بكتير،
يعني موفرة جدا، وشايفين الشكل بجد هتنبهروا بيه. ده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدخلوا على قناتي وتشوفوا فيديوهاتي القديمة هتعجبكم جدا. فعلوا زر الجرس اللي تحت الفيديو علشان يوصلكم كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.